سلام بنات، كدايرين؟ هاني كلشي مزيان. اليوم السبت، غدا اول حاجه للصالون نقاد شعري، وديك الساعه غادي نمشيو نتغدى. ونتمنى من هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم دعموني باللايكات ديالكم. كنبوسكم بوسه كبيره كاع خواتاتي اللي تيبغوني، الله يخليكم عليا. المهم دو فيديو ديالنا وفرجه ممتعه. صافي البنات، هنايا وصلت للصالون كيف كتشوفوا. يا راها هي معايا، قلت لهشام خلاها معايا تلبكات ونعيط عليك جديها. شو الصالون شحال كبير. المهم مشيت نقص من شعري، المهم بين قوسين انا عاجبني ومرتاحه فيه. المهم بنات مشيت قديت شعري، عرفتي شنو؟ ما عرفوش يصيبوه ليا، كاين الهولنديين ما تعرفوش يصيبوه بحال الشعر ديالنا حنا. قلت لك ما عرفوش يصيبوه ليا بالسوشوار، حيت غادي نعاودو دابا. قديتو مع طوال ليا بزاف من التحت، المهم مشيت قديتو. دابا غادي نمشي ندوش لان كلي زغب، كلي شعر عمرت. باش ندخل ندوش عاد نخرج نقاد شويه شعري. البنات خرجت دابا تقديت، جبت داكشي اللي هو خاصني على قبل اليوم وصافي. دابا غادي ندوز باش نشرمل الدجاج، وباغا ندير حتى وجد هنايا مقيله باش غادي ندير فيها، غنقلي فيها واحد الوجبه. واقيلا نقدر نديرها نقدر ما نديرهاش. المهم انتما معايا تعرفوا ما عرفت منقول. هنايا البنات غسلت الدجاج، كنت ناي تقطر، عاد غادي نقطعو كل واحد، غنقطعها هكا وعاد نقطعهم وغادي نشرملو. غندير فيه عشر مولة عادية وغنزيد فيها تحميرة باش هكا كيجي حميمر، ومن بعد نبارطاجي معكم. البنات هنايا رانا شرملتو وقطعتو رقيق، هانتوما قطعتو هكا، كل واحد قطعت على جوج رقيق. وهذا شتو او شرملتو خليتو هكا، غادي نحتفظ بيه في الثلاجه، خصو تشربوا العطريه على الاقل واحد ساعه المكان. درت الدقيق ودرت خميره الحلوه، نص خميره الحلوه يعني 8 غرام، ودرت الملح ودرت السكر. هنايا درت نص كاس الحليب بيضه وفانيلا ديال هذيك الساشيه ديال فاني. المهم غادي نخلط هذا الشيء حتى هو. بعد ما خلطت البيض والحليب وسنيده غنزيدو على هاد كاس ديال الدقيق والملحه والسكر وخميره الحلوه. البنات كيفاش جات القوام ديالها؟ بحال ديال باناكوك. على الزيت باش تسخن باش غادي نطيب فيها. هانتوما البنات ديروها كيف ما بغيتو، خرقوها كيف ما بغيتو، الشكل اللي بغيتو، مشبكه مخرقه. انا درت على هاد الشكل هذا، نوريكم كيفاش كنت كندير لها. الا عندكم بحال شي قرعه فاغلاقه هانتوما، داك ديال اللي كيحطوا في الحوانت ديال مايونيز وكيتشوب وداكشي، عندكم من الاحسن هذيك كتشكل لعيبه واعره. ولكن ما عنديش يعني، انا شكلت غير هاك. من بعد تشوفوني علاش انا درت لها هكا، يعني عادي حنا باغيين على شي حاجه حلوه. هذه اللي نقلتها من عند واحد اليوتيوبر، هو كيف قلت لكم دارها مشبكه، انا درتها عادي. تحمر عا شويه ماشي بزاف. غادي نجيب شي حاجه فاش نحطها، شي طبصيل فيه طافيه هذا. لازم عندي الهام، لازم عندنا اليوم بعد تشوفوني كيفاش درت. لاني شاف الوصفه عند هذاك اليوتيوبر، نسيت كاع على سميتو. هذا ماشي حاجه هو اللي خديتها من عنده، دايره في الانستغرام هو. عرفتي شنو؟ ما كاتبش المقادير في صندوق الوصف، عرفتي لقيت صعوبه باش ناخد الوصفه والمقادير. كوميس
نسالي ورجع معكم البنات. راه درت واحد اللي غنسقي بها من الفوق الا خطرات ليا، مش مره كاع يتجمع ليا حيت يمكن كثرت الحليب. هنايا البنات هنايا درت سكر كلاصي الحامض الحليب وسكر فانيليا. كاين شي حتى ما بغات كاع تعقد ليا، نشوف معاهم ضروري ما تخليهم يتصفاو شويه من الزيت. ها انتم البنات كيفاش جات، نخرجها لهم برا على بوش مع القهوه. ها انتم هاكو يلا يلا زيد يلا دوقوا دوقوا ردوا عليا الخبارة. المهم هنا كنوجد العشاء. بغيت نقول لكم ثاني واحد اخر مره نهضر في هذا الموضوع ديال شعري. نساوها البنات، غير نساوه، لانني انا طلع عليا شعر طويل في الراس وانا مرتاحه في التقطيعه ووجهي هذا، يعني الا ما جاتش معايا راه وجهي هذا، يعني غير نساو. شوفوا المحتوى ديال لا فيديو، شوفوا اشنو كندير. نساو ليا شعري صافي، نساوه متاتا، مابقيتش قلت لكم كيفاش جاني، صافي تاتوما نساوه. ديروا بحال ما مقطع شعري، نساوه نساوه بتاتا. انا متقبله راسي، نهار غنبغي نطولو غنبغي انا نطولو، ماشي حيت قلتو عليا. من بعد ما دخلت الخضره عرفت شويه شويه في الفران. هنايا عندي هاد سميتو خبز محمص، غادي ندير فيه داك الدجاج المرمدو ونبدا نقلي في الزيت. عرفتي جا مذاق هائل وجبنين بنين 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 الصراحه خطير. المهم غادي نطيب الدجاج ونرجع معكم. عرفتي جا مذاقو بحال ديال الكايفسي. صافي بقاو ما نقوي عليا هذا طباطر، وهذا قلت غادي ندير بلاطو نزوقو بحال ما هكا. تبدلي المنظر شويه، درت الدجاج الوسط نجل فرقته في جنابو والفلفله، من بعد غادي ندير الفريت حتى هو وطلم طباطرهم اللي بغى يهز داكشي اللي باغي ياكل نهزو. واش طيبت شلايده ديال الخص ومطيشه والخيار، المهم درت لي واحد البانيو ديال الشلاطه حتى هويا. وخرجنا جلسنا في الجريده كلينا، صراحه الجو كان رائع. ايوا هي طبيلتنا، جلسنا كاملين برا، حطيت الطبيصلات ديال الخيار مخلل، البانيو ديال الشلاطه اللي قلت لكم، بلاطو مزوق شويه وصافي. بقيت حاطه ديك الحلوه راه عجبتهم، هذاك الشيء داك البلاطو ديال ديك الحليوه اللي وريتكم في الاول والله ما بقات. شربوا بها كوفي في البدايه وشربوا بها كوفي في الاخر. صافي هنا غادي نجلسوا، قلت نور سيري قلت يا ماما نهيها وغادي ندوزو نتعشاو. هاد انها كانت الهام خدامه عيطت ليا قالت لي سنه واش في الدار، قلت لها انا في الدار، كنت بغيت نخرج ولكن تعطلت في الصالون صافي مابقيتش غادي نخرج، ما خرجت حتى نهار الحد. صافي وجات تعشات معانا وبقات معانا. دابا غادي ندوز باش نجمع الكوزينه. صافي هادشي اللي كاين، نتمنى من هاد الفيديو تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه كنبغيكم. البنات اللي تقولي سنة اخبرتي مبقيتيش كتحطي يوميا، كتحطي على يومين ولا على 3 ايام. البنات راه بديت الخدمه، من بعد غنهضر لكم في لا فيديو ان شاء الله على الخدمه. رجعت الخدمه ما بالي الملان ما كاين ما يدار، قلت غادي نرجع نخدم مادام يارا ولات مزيانه ولات بخير. صافي الحمد لله بدات تهبط لها السفوريه، بدات كتبرى، يعني ما بقاتش محتاجه كاع نخاف عليها ولا هذا. ورجعت لخدمتي وان شاء الله نبارطاجي معكم الخدمه ديالي في فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم، كنبغيكم بزاف، تهلاو.